سلام، مرحبا بكم في روك بوا ام ا. كما العاده معكم فاطمه زهره. اليوم جيت نقدم لكم جوج منتوجات جداد ديال لا مارك مارشال اللي حنا لي ديستريبيتور اوفيسيال ديالهم في المغرب. المنتوج الاول عباره على ديزيكوتور اللي هو مارشال مينور 2 بلوتوث. اكيد هاد لي ديزيكوتور هادو كيتميزوا بتقنيات البلوتوث، ومن بين اهم المميزات ديالهم ان لا شارج ديالهم كدوم مده 12 ساعه بشحنه ديال جوج سوايع. اما الشكل ديالهم هما مصممين بشكل خاص اللي كيعطيوك الراحه كامله طوال اليوم. اهم مميز فيه هي الجوده الصوتيه اللي كتخليك تحس براسك بحال كيمشي مسرح. كذلك حتى الديزاين ديالو كيعطيك عزل كافي مع امكانيه تسمع المحيط ديالك. اما المنتوج الثاني اللي هو الكيلبرن 2، هذا الجهاز هذا رائع في الوزن ديالو 2.5 ديال الكيلوغرام، وكيمتاز ب 20 ساعه ديال لا شارج بشحنه واحده. اما الديزاين ديالو ريجيد وفيه مقاومه ديال الماء ديال اي بي اكس 2 اللي كتقاوم شويه ديال الماء. ايضا كيتوفر على 3 ديال لي نوبس فوليوم باس باش كتبيرسوناليزي الصوت على الذوق ديالك. ما نساوش انه ميلتي ديريكسيونيل بقوه ديال 34 الواط اللي بالنسبه للديموسيون ديالو كيفوق التوقعات. وفي حاله ما بغيتي تكونيكتي جوج الاجهزه مع الكيلبرن ديالك ماشي مشكل، لان الكيلبرن كيتوفر على جوج ديال لي فوا كونيكتيفيتي البلوتوث. نتمنى انكم تكونوا تعرفتوا على هاد جوج منتوجات جداد ديال مارشال. بالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوا الفيديو ديالنا ما ينساوش انهم يتابوناو وتخليو دي لايك ودي كومونتير. على بروشين.